أولاد مفيدة مسلسل وصلك للناس بشكل كبير، مسلسل يتبعوه في الجزائر في المغرب خلف تونس البرز ده كيف كيف قطر قطر عمل لك شهرة مهمة على الأخر. المسلسل في جزء الأخراني وفي بشكل طرح 80 نقطة استفهام، وستيله متاع السيناريو هو اللي باش يحدد هل باش يكون فما جزء جديد وإلا لا. لكن نحب نسألك أنت بينك وبين روحك، هل تفضل جزء جديد من أولاد مفيدة وإلا ماذا بك تكون موجود في مسلسل آخر مختلف، وتتمنى أنه تجربة أولاد مفيدة توفى في اللي شفناه في التلفزة؟ سا ديبون من الكتيبة معناتها. معناتها دون تولي كان نحب نخدم، نحب معناتها نحب معناتها حاجة فيها دي جو، فيها تمثيل، فيها معناتها فهمش نقصد فيها برشا خدمة، فيها دي سيكونس صعاب وكل شيء. دونك ما عنديش بريفيرونس فانا بروجي تكون موجودة الحكاية هذيا. كان الحكاية هذيا معناتها فما ولاد مفيدة ستة في معناتها دي بون كونتوني، ومعناتها بالنسبة لي دي سيكونس فيهم برشا خدمة وبرشا تمثيل وصعاب وكل شيء. معناتها جو بريفير لو سيس، فهمتش نقصد جو سوي معناتها جو سوي لا ويا لو بلوس دو ترافاي واصعب حاجة اصعب. انه انسان ينجم يبدل صوته يولم صوته، هذه موهبة متاع تقليد. فيك الموهبة هذه ولا ليه؟ شوية ساعات نحاول نقلد شوية الأصوات. معناتها تقلد أصوات؟ ساعات شوية مثلا في الدار بينك وبين روحك شكون تقلد؟ أعطيني أنت وأنا تنجرب. بن علي ألو تسمع فيا حبيت نقول لك الكل في حنين تبليك في حان شيخ. شوف هاو نعملوا حاجة أحلى شوية فيها تحدي صحيح. هو توا ملك التقليد في تونس هو ميغالو. ميغالو صنع شخصيات في سيس خوك مثلا النمس. النمس سوفا جوك سوفا باهتة 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 استنى هذه انا كوني عامل باتا والبيبليك ما يحبش. الحبيب ميغالو. يا ودي راس علينا راس علينا كنت ما يا ودي راس علينا كنت ما راس علينا كنت ما اقسم بالله العظيم اقسم بالله عيطوا لي الام بي سي عيطوا لي في تي في عيطوا لي تيري ولا 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 ودي ورس علينا فرحان برشا اللي بحذاك حمزه بلون. بيا ذيبه. بيا ذيبه. بحطوطي حكا حبني نجي نعمل انترفيو بحذاك وانت ميم با بعثت كارت نتاع تليفون. خنايزر. ايش هي هذي؟ فما شيء تحت الطاوله. بالحق انت منجم متاع مواهب.